لحم خنزير، لأنه لو بناكل لحم خنزير ما خليناك عايش يا خنزير. ترى بقى التكة التكة ترى بقى التكة التكة تن 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 تن. طبعا بخلاف النكتة الرهيبة اللي قالتها بيسان، بخاف اترصد حاسن وقناة صرخات اخبار، بس بما انه عاجبكم الوضع ف طبعا مقطع اليوم بعد ما بيسان نزلت الرد على جواني، واللي كان فيه رد على الاتهامات، وبنفس الوقت طلعت فيه فضيحة اللي كانت على مرسال. طبعا اغلبكم سمع المكالمة اللي كان فيها يطلب مرسال من جواني، او يطلب يقول يعني بيسان انه اريد 10,000 يورو من جواني. فمرسال حاليا طلع بالستوري ورد على بيسان، احط لكم حاليا الرد. يا حبايبي كيفكم، شو اخباركم؟ والله العظيم شفت الفيديو فرط الضحك، قال انه ايه سجل لي صوتي. طيب اني كان عم يقول لي انه مرسال ليش انت سجلت لنا صوته؟ عرفتوا ليش سجلت لكم صوتكم؟ انكم نكارين. الاحلى من هيك قال انا بعيني مصاري. يا اخي يا ريت بعيني مصاري، يمكن كنت هيك عم بركب بامفي وسيارات وشي. بس لانه مو بعيني مصاري الحمد لله، انا على وضعي حالي يعني. كمان يا سيدي بعيني مصاري، ايه انا لما بقول له لحدا ضرني بدي مصراتي، هل هذا الشيء بيعني انه انا بعيني مصاري ولا بيعني انه انا بدي حقي؟ على كل حال انا بدي اورجيكم مين اللي بعينه مصاري ومين اللي حقه 500 دولار. تمام. ولك يا حبايبي والله العظيم انا ما بحب احكي، لانه هاي حركات الاولاد بالبيبيز يعني. تخيلوا بنت عمرها 15 سنة بدل ما يقعدوا يفهموها ويعلموها ويخلوها تحترم الناس الأكبر منها، يعلموها كيف تكون هيك إنسانة، كيف عندكم مثقفة، عم يقعدوا يعلموها كيف تغلط على العالم وكيف تحكي بطريقة بتدل إنه هن النوار. أكل حال أنا ما بلومكم صراحة. لما رحتوا على دبي ورفقاتي هنيك والعالم هنيك بعتولي، رحتوا لعندهم أنتوا وصاروا يقولوا لي يا مرسال برو what the fuck شو هالنور اقصى، والله العظيم خج يعني شيء بخجل يا اخي. حتى بدبي تروح هنيك تعاملوا مع الناس بطريقه منيحه، يعني حتى هنيك بتصيروا نور. يعني ضروري هلا خلي الجماعه اللي انتم رحتوا لعندهم يطلعوا بفيديو يحكوا انكم انتم قديشكم ناس نور. يعني ما تجبروني لك، والله ماني فاضي لكم، لك روحوا حلوا عني، انا عندي شيء اهم منكم. يا روحي يا حبيبتي، انا ابن عيله وعالم وناس والا مكاني بين الخلع، والناس بتحترمنا، نحن يعني صيتنا منيح الحمد لله عكس صيتكم اللي بيخري يعني الصراحة. وكمان شغلة، أنا إذا أنت بلسانك قلتي إنه أبوكي كان يشتغل بمصبغة، طبعا بلا صغرة يعني شوفت حال، أنا أبي كان سايق ذهب بسوريا وإله اسمه وإله مكانته بين الخلق. فلا تجي تقولي إنه أنا بعيني مصاري، لأنه المصاري اللي شايفة بحياتي شايفة أكتر ما أمك مرضعتك حتى، وأكتر ما أنت شايفة أمك وأبوكي، فتخيلي. وبس يا شباب، هذا هو كان الرد مال مرسال. اتوقع مرسال يمكن حينزل فيديو ويشرح الموضوع اكثر اتوقع يعني. وبنفس الوقت جواني ما ادري اذا حيرجع يطلع ويتكلم عن الموضوع، لان بث مال بيطار قال انه خلص راح يسد الموضوع. على كلين لهنا وصلنا لهذا المقطع، اشتركوا في القناه وتحطون زر اللايك، والى اللقاء.